هنروح لكرة كرة الطائرة. هقول خبر وعندي تعليق عليه. كان عندنا ماتش بكره مع سموحه في اسكندريه. الماتش ده اتاجل، كان في الدور الثاني في الدوري واتاجل. طب اتاجل ليه؟ بناء على طلب نادي سموحه بعد وفاه والده لاعب نادي سموحه محمد الحسيني، وايضا شقيق هو محمد الحسيني شقيق عبد الرحمن الحسيني لاعب النادي الاهلي. والدتهم توفوا طبعا، خالص العزاء للاعبان، وربنا يرحمها ويتغمدها برحمته ويا رب تبقى اخر الاحزان. وكان اللي قدم بطلب التأجيل هو كان نادي سموحة. اللي طلب التأجيل هو نادي سموحة مش النادي الأهلي. والنادي الأهلي لما اتخذ رأيه النادي سموحة قد الطلب للجنة المؤقتة اللي بتدير اتحاد كرة الطائرة اللي هو كابتن سامح حمدي أو دكتور سامح حمدي. ودكتور سامح حمدي طبعا طبق اللوائح، سأل النادي الأهلي أنت موافق على التأجيل؟ النادي الأهلي قال أي نعم أنا موافق على التأجيل. أنا عايز أقف هنا يا جماعة بس في دقيقة كده. النادي الأهلي دائما أبدا بيحب لما يلاعب المنافس يبقى المنافس كامل والمنافس في وضع يسمح له بالمنافسة أو الفير بلاي، وهو ده مبدأ النادي الأهلي. النادي الأهلي يمكن عبد الرحمن الحسيني ليه بديل لو اللاعب الحزن أو حالة الحزن شديدة بتبقى على اللاعب، ممكن يقول له لا خليك وإحنا معاك وكل حاجة، ولكن عنده بديل. يعني النادي الأهلي مش هتأثر معانا، يعني طبعا يعني عبد الرحمن لعيب هايل جدا ولعيب مؤثر جدا، ولكن ممكن يكون في بدائل لان انت عندك سكواد قوي. في الوضع في سموحه لا، محمد الحسيني لعيب مؤثر جدا جدا جدا، ولو ما لعبش مع سموحه سموحه مش هتأدي أداءها. فالنادي الاهلي لو بيفكر بتغيير بتفكير مغاير للواقع كان قال لك ملعب ما فرصه، انا بلعب الماتش في سموحه وسموحه فريق محترم رابع خامس الدوري، يعني ممكن يعمل مفاجاه. وتاني افريقيا اخر افريقيا، يعني سموحه فريق محترم، يعني ممكن زي ما بتروجيت فاز علينا في مباراه كانت مفاجاه برضه سموحه ممكن يفوز عليك. دي رياضه يا جماعه، ما يعني ما احنا ما حدش رايح الماتش وبيقول لك انا المباراه في جيبي تمام. يعني فهي النادي الاهلي قال لك لا انا يعني مش بطوله ان انا اروح اكسب فرقه واهم لعيب عندهم مش موجود او في حاله حزن، فالنادي الاهلي وافق على تاجيل المباراه. انا ليه بقول كده؟ بقول كده لانه مش بطوله ابدا ان انت تلاعب المنافس وهو ناقص، لا وتصر وتحارب ان انا عايز المنافس يبقى ناقص. في الوقت المنافس كان بيقول لك العب انا جاهز العب دلوقتي. انا مش عايز اتطرق لموضوع تاني، احنا بس بنجهز حاجه معينه كده هنقولها لحضراتكم. بس الـ يعني الـ 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 يعني القصه كلها جايه ايه؟ ان انا مش بطوله ان انا اكسب فرقه وهي ناقصه، مش بطوله ابدا. عايز تكسبني اكسبني وانا كامل فير بلاي واسلم عليك واقول لك لو انت كسبتني اقول لك مبروك، ولو كسبتك اقول لك هارد لك. هي دي الرياضه. احنا بس ايه في موضوع هنتطرق اليه بس لما يجي وقته، بس هو كان محتاج اعلق على الموضوع ده ان الحقيقه موقف يحترم من النادي الاهلي، وبنقول خالص العزاء للاعبان، ربنا يا رب يصبرهم ويرحم والدتهم ان شاء الله. هنروح للكره الطائره سيدات. كابتن حمدي الصافي طبعا الفرقه، انا اسف خلينا في الشباب، للشباب الاول اسف يا جماعه، الشباب كره اليد للشباب تحت 17 سنه بقياده الكابتن نادر نبيل. كسبوا طبعا، كانوا بيلعبوا بطوله الجمهوريه، بيلعبوا ماتش في بطوله الجمهوريه، فاز امبارح على نادي الحوار بنتيجه 3-0. الماتش ده كان في صاله الشهداء عندنا في نادي الاهلي. الحقيقه الفريق ماشي كويس، وكان كسب من يومين في نادي في بطوله الجمهوريه ايضا نادي بايونيرز في نفس البطوله. كاميرا الابطال كانت موجوده هناك في الماتش، سجلنا التقرير ده نتفرج عليه وارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله النهارده اخر ماتش في الدور التمهيدي لبطوله الجمهوريه، وان شاء الله باذن الله داخلين بعد كده مباشره على الادوار اللي قبل النهائيه. هتتلعب من دور واحد، كانت هتتلعب من دورين بس يعني الاتحاد فضل انها تتلعب من دور واحد عشان اختصرنا للوقت نظرا للظروف اللي احنا فيها اليومين دول. بعد كده هنخش على النهائيات على طول، فان شاء الله باذن الله احنا بنستعدلها. احنا ما بنريحش، يعني شغالين بنديهم يوم واحد في الاسبوع راحه، وشغالين الجيم والتراك والبولي في الملعب هنا، وربنا كريم ان شاء الله ونقدر نحقق البطوله باذن الله السنه دي. هو الحمد لله احنا كنا مستعدين للماتش ده كويس، عشان هناك كنا عاملين معاهم نتيجه 3-2، كنا مستعدين كويس قبلها، فالحمد لله النهارده كسبنا 3-0. احنا خلصنا الدور الاول مجموعات، لسه المجموعات بقى الجايه لسه هتتعمل، لسه بقى نشوف الاتحاد هيعمل المجموعات وكده. والله هو كان ماتش يعني كنا بنتمرن كتير عليه، قعدنا فتره ونتمرن وطول من اول الدور بنتمرن على الدور عشان خلاص بعد كده هنخش على الادوار النهائيه والدور اللي قبل النهائي. بس والحمد لله الماتش كان سهل يعني وخلص 3-0.
الحمد لله كان عندنا تمرين امبارح مساعدين قوي للماتش ده علشان طلعنا معاهم في المنصوره 3-2 كنا لازم نلعب على ارضنا بصوره مشرفه يعني تليق بالنادي الاهلي. هو احنا الحمد لله يعني استعدنا لها بقالنا اسبوع اهو ماشيين هم كنا لعبناها قبل كده تمام وخلص الماتش ب 3-2 بس ما كناش موفقين الحمد لله بس النهارده اهو الحمد لله قعدنا نشتغل على الفرقه ونحفظهم وكده واشتغلنا والحمد لله ربنا وفقنا ب 3-0 وكده احنا الدور ده خلص ومستنيين ان شاء الله الجدول ينزل الجديد عشان نلعب دور 16 قبل الفاينلز ان شاء الله. الكره الطائره في النادي الاهلي في حته تانية سواء رجال او سيدات الحقيقه حته تانية مش بس جوه مصر لا وبره مصر. والحقيقه انا عايز اشيد بحاجه انه في مجموعه من الاهلاويه اللي متابعين طبعا لكل الالعاب الاخرى في النادي الاهلي وثقوا حدث مهم جدا. وثقوا ان الكره الطائره في النادي الاهلي رجال هم اكثر تتويجا على مستوى العالم. الاكثر تتويجا على مستوى العالم كفريق ب 80 بطولة. جهد مشكور وزما النادي الاهلي كإدارة وكنادي وكلاعبين دائما ابدا سابقين برضو جمهور النادي الاهلي سابق. جمهور النادي الاهلي سابق برضو الحمد لله رب العالمين وبيحاول دائما ابدا يوثق بمجهوداته انجاز اللاعبين عشان هو بيفخر بالنادي ده ويفخر انتمائه او تشجيعه للنادي ده. ودائما ابدا احنا بنرجع لكلمة الراحل العظيم صالح سليم ان النادي الاهلي ملك من صنعوه من صنعوه جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي الحقيقه متابع العاب الصالات دلوقتي زي كره القدم. ولما الاتحاد الافريقي لكره الطائره ياخد توثيق جمهور النادي الاهلي او مجموعه الشباب ده عشان يحطه على صفحته فالحقيقه ده فخر كبير جدا ان جمهور النادي الاهلي برضه سباق ومتابع فرقه وبيرصد من قديم الازل نتائجهم وبيوثقها وبيكتبها عشان في النهايه يطلعها. الاتحاد الافريقي بقرر تاني خد التوثيق ده وحطه على صفحته الاتحاد الافريقي للكره الطائره وقال ان تعالوا يعني نحتفل بالنادي الاكثر تتويجا في الكره الطائره رجال وده شرف كبير جدا واكيد هناخد الموضوع ده هنحط عليه سبوت بشكل كبير لان ده الحقيقه الكره الطائره بتكسر ارقام عالميه عشان كده بقول لكم في حته تانية خالص. هنروح للسيدات كابتن حمدي الصافي والبنات بيجهزوا بكل قوة كامل العدد ما عندناش أي غيابات عندنا مواجهة 6 أكتوبر بكرة إن شاء الله الساعة 6 على صالة الشهداء. فرقتنا بتتصدر الدوري برصيد 48 نقطة بالعلامة الكاملة مفيش ولا خسارة وكنا فزنا على الطيران 3-0 في الماتشات اللي فاتت يمكن كل مبارياتنا 3-0 ما عدا مباراة واحدة تقريبا على ما تذكرت الشمس 3-1. كل التوفيق لكابتن حمدي الصافي والبنات اللي بيأدوا أداء جيد جدا جدا جدا.